السلام عليكم جميعا زملائنا وطلابنا الأبطال، إن شاء الله كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. إن شاء الله اليوم أنا وياكم علي محمد نعمة راح ناخذ محاضرتنا أو لكتشرنا حول موضوع الأتاكسيا أو ما يعرف ب Cerebellar Disorder and Dysfunction. هاي المحاضرة من المحاضرات المهمة جدا ضمن سكشن نيورو ميديسن كورس الأدفانسد نيورو ساينس. فالأوبجيكتيف لهاي اللكتشر إنه نعرف يعني شنو أتاكسيا. قبل ما نعرف شنو الاتاكسيا اكيد راح نراجع انا وياكم البيسكس المتعلقه بها، فيعني راح نعرف نتعرف ونتذكر شنو هو السيربيلم، نتذكر شنو هي الكونكشنز المرتبطه بالسيربيلم والتراكتس اللي ترتبط بيه، وايضا راح نعرف شنو يعني اتاكسيا، راح نعرف التايم مانر اوف ذا اتاكسيا، اكو اكيوت سب اكيوت اند اولسو كرونيك، فشنو مسببات كل وحده، اكو يونيلاترال اند بايلاترال اتاكسيا، وبعدين راح نتعرف على الهيرديتوري اتاكسيا واهمها الفريدريك اتاكسيا، واكيد راح نحكي على بعض الديس اوردرز اللي هي ريليتد تو ذا سيربيلم ديو تو انذر كوزز، هم راح نجي نحكي عليها. فتعالوا انا وياكم سوا نبلش ونتعرف وات از ذا اتاكسيا. اتاكسيا عباره عن كلمه يونانيه تعني لنا انه اكو فد ديس اوردرز، بس بالنيورولوجي من نقول اتاكسيا يعني اكو انكوردينيشن مالت المسل اكتيفيتيز، المسل اكتيفيتي ما تتحرك بشكل مرتب، ما تكون كوردينيتد، ولما يصير انكوردينيشن معناته اكو مشكله اند ديسفانكشن ان ذا سيربيلم، ومو بالسيربيلم اتسلف بس، لا انما ويا الكونكشنز مالته. This is the meaning of ataxia simply. زين خلي انا وياكم نعرف شنو هي الساينز والسيمبتومز اللي تطلع بالمريض اللي عنده اتاكسيا. حاحكيهن على السريع بس بعدين ورا ما نراجع البيسك راح نفتهم كل وحده ليش ده تطلع. فمريض الاتاكسيا راح نشوف عنده جيت امبيرمنتس، راح نشوف عنده اتاكسيك جيت، لان بالاكزامينيشن راح تتعلمون مجموعه من الجيتات، اكو نورمال جيت، اكو اتاكسيك جيت، اكو سباستيك جيت، اكو ستيبج جيت، مجموعه من الجيتات راح نتعرف عليها. بالاتاكسيا راح نشوف اتاكسيك جيت. السبيتش مالتهم حيكون مخربط، يكون انكلير سبيتش، سكانينج سبيتش، بعدين نعرف ليش. حيصير عندهم مشكله بالفيجن وبليرنج بالفيجن، اللي حيصير عندهم نستاغماس، وراح نربط ليش يصير نستاغماس ويا السربيلر ديس اوردر، ونعرف شنو النستاغماس اذا مش نعرفه. يصير عندهم هاند انكوردينيشن اند اولسو تريمر بات وذ ذا موفمنت، اللي هو يصير هو انتنشن تريمر. هاي كلها ورا ما نراجع البيسك راح تكون ميك سنس as usual as how the neuroscience always makes sense. فتعالوا هسه قبل ما نتعرف اكثر على الاتاكسيا اساين بس افتهمت ان هي incoordination، اكو خربطه، يعني اكو مشكله بالسيربيلم. ليش ما ليش ما اعرف، لاني يعني ما مراجع شنو السيربيلم. فتعالوا انا وياكم نتذكر البيسك اوف ذا سيربيلم. وشنو السيربيلم؟ السيربيلم هو المخيخ. وين قاعد السيربيلم؟ Where is the location of the cerebellum؟ قاعد بالposterior cranial fossa، بالضبط بالضبط ورا البرين ستيم. هسه هاي برين ستيم، هاي بونز، فوقها ميد برين، هنا ميدله، وراهم بالضبط قاعد هذا السيربيلم. اصلا الروف اوف ذا فورث فنتريكولم تشلب بالسيربيلم، تمام؟ هذا السيربيلم اللي هو قاعد posteriorly، وبالحقيقه بالحقيقه هو هنا، يجوز هاي الصوره من بينه من ورا صورتي، خلينا نوخر صورتي. هاي الصوره اللي انا خالي لكم اياها لنشوف السيربيلم from the posterior view. انا خالها بالحقيقه حتى تشوف السيربيلم هو وين قاعد. قاعد in the infratentorium، يعني جوه التنتوريوم سيربيلي. هذا فشي اسمه تنتوريوم سيربيلي، عباره عن مجموعه من الديورال فولت، هذا الفالك سيربري، هذا التنتوريوم سيربيلي، السيربيلم قاعد جوه. So it is an infratentorial structure. هذا الانفراتنتوريال ستراكشر السيربيلم متكون من مجموعه من اللوبس، عندنا انتيرير لوب، بوستيرير لوب هذا الكبير، وعندنا لوب صغيروني هذا هيات بالازرق اللي هو نفسه هنا يصيحوا فلاكيولو نوديار لوب. فعنده 3 لوبس، ما دام عنده 3 لوبس فالفانكشن مالته عنده 3 فانكشنز. هاي ال 3 فانكشنز مالته تنرسم على شكل مثلث، مثلث هيجي. أعلى شيء بالمثلث وأهم شيء هو الكوردينيشن. الكوردينيشن لأن هو أهم فانكشن للسربيلم وأكثرها تطوراً. أنصى شيء بهذا المثلث هو البالانس. البالانس. البالانس هو أقل الفانكشنز تطوراً، وأيضاً عنده تون أند ريفلكسز. So
السيرب اللام عنده 3 لوبس اند 3 مين فانكشن اللي هي coordination, tone and reflexes and the balance. فمن راح ينضرب السيرب اللام راح تنضرب هاي الفانكشنز. زين بالتحديد هي وين صايره هاي الفانكشن؟ شوفوا شباب هذا الفلوكيولا نودولار لوك اللي هنا هو المسؤول عن البالانس، والنيوكليس اللي قاعده بيه اللي اسمها فاستيجيوس نيوكليس هاي عياته هي المسؤوله عن البالانس، والبالانس هو المسؤول عنه بالتواصل مع الفستيبيلار نيرف. تعرفون الفستيبيلار كوكليار نيرف هم مسؤول عن البالانس بالتحديد الفستيبيلار بارت. فعندنا هذا الفلوكيولا نودولار لوب مسؤول عن البالانس. زين هنا عندنا فد بارت من السيربيلم اسمه الفيرمس يربط لي تو سيربيلار هيمسفير، يعني هذا سيربيلار هيمسفير وهذا سيربيلار هيمسفير، هذا اللي بالنص هو الفيرمس. هذا الفيرمس مسؤول عن التون اند ريفلكسز، يعني تون اند ريفلكسز قاعده هنا بالفيرمس. هذه تشوف هنا راس ركبه مثلا ترانك والابر ليمب بالبارافيرمال اريا واللور ليمب. اوكي فهذا هو الفيرمس رابط لك تو سيربيلار هيمسفير، وذني السيربيلار هيمسفير مسؤوله عن الـ coordination. فكمراجعه للسيربيلم مثل ما قلنا الفانكشنز مالته هي عباره عن بلس من الفلاكيولا نودولار لوب اللي هو يحتوي على الفاستيجيوس نيوكليس، يحتوي على الفاستيجيوس نيوكليس، عندك انتربوست نيوكليس قاعده هنا، يعني هاي متكونه من تو نيوكليسز فمسؤوله عن تو فانكشن، هي انتربوست بها تو نيوكليسز فهنا أنا مسؤول عن التون اند ريفلكسز، والدنتيت نيوكليس هي كبيره سنون كانما اسمها دنتيت، سنون كبيره تاكل ذني كلهم. ليش تاكل ذني كلهم؟ لان هي اهم نيوكليس اكثر نيوكليس تطورا، فهاي الدنتيت نيوكليس قاعدات هنا مسؤوله عن الكوردينيشنز. So this is the cerebellum, this is the location of the cerebellum, وهاي هي الفانكشن of the cerebellum. هسه احنا تعرفنا شنو هو السيربيلم، فمن راح ينضرب عندي السيربيلم يصير عندي سيربيلر ديس اوردر اللي حيطلع عندي شنو؟ حيطلع عندي مشكله بالبالانس، وحنشوف شنو السايز لما يكون اكو مشكله بالبالانس. حيصير عندي بالتون والرفلكسز حيصير عندهم هايبوتوني، انت عبالك لور موتور نيرون ليجن بس بالحقيقه لا، مشكله بالسيربيلم. من حينضرب السيربيلم بالسيربيلر هيمسفير حيصير عندك مشكله بالكوردينيشن، فحيصير عندك انكوردينيشن اوف ذا جيت، فيصير اتاكس الجيت، او بالحقيقه الجيت مرات يكون مو بسبب الانكوردينيشن انما بسبب الفيرمال ليجن، ما حيصير عنده تون ريفلكسز مرتبه فيكون وايد جيت اتاكس الجيت فاتح رجليناته. ما حيصير عندك مشكله بالهاند كوردينيشن، راح يصير عنده تريمر، نوع من التريمر اسمه انتنشن تريمر، هاي كلها بسبب ان الفانكشن اوف ذا سيربيلم رايحه. فانت هنا من عرفت السيربيلم وعرفت اللوكيشن اوف ذيس فانكشنز راح تقدر تتنبأ بالديس اوردرز. فاحنا غالبا السيربيلم من نريد نفحصه، هذا السلايد جاب لكم اياه من كورس الاكزامينيشن مالتنا ما لاعب بيه ابد، من نريد نفحص السيربيلم عندنا مجموعه من التستات، مثلا فينجر تو نوز تيست، هذا اللي اني اقول للمريض خلي اصبعك هنا واني هذا اصبعي على خشمي واقول له حاول ايش تسوي. هذا عنده كوردينيشن زين بيده فده يقدر يسوي فينجر تو نوز تيست مضبوط. اللي عنده سيربيلر ديس اوردر بالسيربيلر هيمسفير راح يصير عنده ديسمتريا، ما تجي الايد مضبوطه، ما تجي بالضبط، ديسمتريا ما توصل للمكان صحيح، فهي سيربيلر ديس فانكشن. It is an incoordination. It is a tremor. نوع من انواع التريمر يطلع ويا الموفمنت. يعني هو قاعد ما عنده مشكله بس من تسوي حركه يبين هذا التريمر، اسمه intention tremor. نفسه اكو heel to shin test نشوفه بالعملي. بعد شو يصير عندهم؟ يصير عندهم مشكله بالrapid alternating movement. يعني انا هسه اسوي هيجي عادي. بس اللي عنده cerebellar disorder هيجي يسوي. ما يقدر يسويها سريع. ليش؟ لانه عنده مشكله بالكوردينيشن، ما يقدر يسوي الرابيد الترنيتنج موفمنت، ما يقدر، يعني عنده ديس يعني ديس اوردر، ديس ديادو كو كاينيزيا، يعني ديس كاينيزيا، مشكله بالحركه، كاينيزيا حركه، ديس اكو مشكله، ديادو كو يعني رابيد الترنيتنج، فمن عنده ديس ديادو كو كاينيزيا ما يقدر يسوي رابيد الترنيتنج موفمنت. يصير عنده فيرتيكال نستاجمس. على غفله تشوف عينه تقوم ايش تتحرك، نستاجماس يصير. ليش هاي ده يصير شباب؟ شنو السبب انه ده يصير
الفيرتيكال نستاجمس هاي ساين اوف سي ان اس بروبلم، بالتحديد بالسيربيلم. انا اقول لك ليش، تعالي لهاي الصوره، هذا السيربيلم قاعد قدام ورا البريستم عفوا، هنا اكو فيستيبولر نيوكليوس ام البالانس، فهي تدز له اشعارات البالانس اله للفلاكلونادولار لوب، بالتحديد للفاستيجيوس نيوكليوس. اي شيء يوصل للسيربيلم يطلع وراها، من يطلع ينزل جوه يسوي اكسترا بيراميدال تراكت اسمه فيستيبولو سباينال تراكت، او يصعد لي فوق، يعني حيطلع عندي فايبر من هنا من ال سوري بس خليني أشر لكم، حتطلع عندي فايبر من الفاستيجيوس نيوكليوس او فاستيجيوس عفوا، تجي للفاستيبولار من جديد ورا ما رتبت البالانس، نزل اكسترا بيراميدال فايبر وتصعد لي فت فايبر لي فوق. هاي دا تصعد لي فوق اسمها MLF Medial Longitudinal Fasciculus، هيج دا تصعد على طول البراين ستيم. شنو وظيفتها؟ وظيفتها connections، connection between منو؟ between the يعني cranial nerve، يعني مثلا عندك هنا oculomotor وعندك هنا abducens السادس. اوكي اني من دا حرك عيني منك، هذا الاوكيلوموتر مالتي حيجي منه يشتغل، يعني حيحرك الميدال ركتس، وهاي اللاترال ركتس من الابدوسنت حتشتغل منه، يعني تو كرانيال نيرف اشتغلوا. شلون اشتغلوا بيناتهم؟ اكو ام ال اف ميديال لونجيتودينال فاسيكلز جايه من السيربيلم وجايه من الفيستيبولار نيوكليوس حتى تربط بيناتهم. ليش اعتبرناها هاي بارت اوف ذا بالانس؟ لانه ما حد يقدر يتوازن اذا عينه ما بيها توازن، إذا عينه بدها تتخربط وبيها مشكلة ماكو كونكشن بيناتهم، هذا مو توازن. So it is part of the balance. فمن أكو مشكلة بالسربلام يعني أكو مشكلة بال MLF بالميديال لونجيتودينال فاسيكولاس، هاي ياتي مأشرة ميديال لونجيتودينال فاسيكولاس. من أكو مشكلة بالميديال لونجيتودينال فاسيكولاس ماكو كونكشن بين هاي العينين، فهاي العين حتتحرك، هاي العين ما حتتحرك، فحيصير نستاغماس، vertical nystagmus. It is a cerebellar sign. Okay. So this is the idea of the nystagmus here. فالنستاغمس نشوفه، نشوف يصير عندهم slurred speech اللي احنا نسميها dysarthria. Slurred speech أو dysarthria. هو مو ما يقدر يحكي، ويحكي عادي، بس الحكي مالته ما مرتب، incoordinated. لأن الحكي ما يقدر يطلع من حركة الفوكال كورد. من الفيغاس نيرف دي شغلوا الفوكال كورد، الفيغاس نيرف دي شغل فوكال كورد يعني دي شغل مسلز، هاي المسل اذا ما بيها كوردينيشن يعني مخربطه، ما تطلع الكلمه مرتبه، فتكون سكانينج سبيتش، سلرد سبيتش. شلون تكون؟ اقول له قول قسطنطينيه، انا حقول قسطنطينيه عادي، ما حيصير عندي سكانينج اوف ذا سبيتش، ما حيصير عندي ديسارثريه. بينما اللي عنده سيربيلر بروبلم ايش حيقول؟ قسطنطينيه، هيك يجرها للكلمه. سو ذيس از ذا cerebellar dysarthria أو scanning speech. ممكن يصير عندهم شيء يصيحوا rebound phenomenon، أمد إيده إيهيشي أقول له بس أنا يعني إيهيش ما أمد إيده أسوي له إيهيشي أشوف ترفع هايش قوي، لأن عنده مشكلة بالproprioception of the cerebellum. يعني شنو مشكلة بالproprioception of the cerebellum؟ يعني مو مد إيده لي قدام ده أسوي له إيهيشي، أني قاعد هسه من أسوي لي مثلاً إذا واحد لازم إيدي إيهيتش ويهدها على غفلة ما تجي تلخم وجهي، لأن عندي proprioception. proprioception يعني sense of position، يعني شنو sense of position؟ يعني أني بكل لحظة أعرف هاي إيدي وين موجودة، هاي sensory information تندز للسيربيلم، تجي من السباينوسيربيلر تراكت، تيجي من الدورزال كولوم ميديال منسكس تراكت، تقول له للسيربيلم على البروبريوسبشن مال كش بجسمي. فعندي بروبريوسبشن زين، من ينضرب يروح للبروبريوسبشن، فاني ما عندي سنس اوف بوزيشن اوف ماي هاند، فمن اهده راسا تجي تلخم وجهي، لان اكو مشكله بالسيربيلم. فهاي كلها examination finding of a patient with a cerebellar dysfunction. لأن cerebellar function هي ذني الكلاثة function. فمن تروح حيصير عندي hypotony لمشكلة بالtonal reflexes، حيصير عندي مشكلة بالbalance يعني حيصير عندي nystagmus، وحيصير عندي gait abnormality همينة، حيصير عندي incoordination dysmetry، راح يصير عندي finger to nose test بمشكلة، heel to shin test بمشكلة، rapid alternating movement ما تصير، حيصير على ديستيادو كوكاينيزيا، and so on. So this is
everything about the cerebellum. فهسه عرفنا شنو السيربيلم وشنو الابنورمالات اللي تطلع وياه. So now we know what is the ataxia. زين، قبل ما نيجي نحكي على الاتاكسيا كبيور سيربيلر اتاكسيا، اريد تعرفون انه اكو سيربيلر اتاكسيا واكو فيستيبلر اتاكسيا. السيربيلر اتاكسيا لانه اكو مشكله بالسيربيلر فتصير عندي الاتاكسيا. الفيستيبلر اتاكسيا اكو مشكله بالبالانس سنتر، يعني اكو مشكله بالفيستيبلر نيوكليس اللي هي ايضا ان كونكشن ويا السيربيلر. هاي الفيستيبلر نيوكليس هي ان كونكشن ويا السيربيلر اعرف، بس من اكو فيستيبلر اتاكسيا ما راح اشوف فقط الساينز والسيمتومز اللي حكيت عليها، بس راح اضيف ويا هاي الساينز والسيمتومز يصير عندي ديزينس لايت هيدنس. هاي ليش دي تصير؟ الديزينس دي يصير يعني انت عندك مشكله بالفيستيبلر سنتر، يعني هذا البيشنت يجوز يكون عنده ساينز اوف فيرتيجو، هذا البيشنت يجوز هو قاعد يحس انه الغرفه دي تفتر بي. ابو السيربيلر بروبلم ما يصير عنده انه الغرفه دي تفتر بي وما ادري شنو، اوكي حيصير عنده مشكله بالبالانس، بس ما تكون على شكل ديزينس، تطلع على اشكال لخه مثل ما حكيناها قبل شويه بالنستاجماس والميديال لونجيتودينال فاسيكيلوس وغيرها، لكن من الاوريجن اوف ذا اتاكسيا فروم ذا فيستيبيلر سنتر راح تشوف عده ديزينس. هاي مهمه السالفه. زين، بعد اريدك همينه تميز السيربيلر اتاكسيا. الحين انا اكو غلطه بالسلايد بس انا اعدل لكم اياها وانت تسال. تميز السيربيلر اتاكسيا فروم ذا سنسوري اتاكسيا. اوف خلينا نعدلها قدامكم. دقيقه شباب، ما هي طلعت صورتي؟ اوكي. اي نعدلها قدامكم لحظه. اريد تميزون السيربيلر اتاكسيا فروم ذا سن لما سن سري اتاكسيا. اوكي. شنو الفرق بين السيربيلر اتاكسيا والسنسري اتاكسيا؟ السيربيلر اتاكسيا هاي اللي حكينا عليها قبل شوي انا وياكم وفهمناها. لكن شنو السنسري اتاكسيا؟ سنسري اتاكسيا يعني اكو مشكله بالسنسري باث واي اوف ذا سيربيلر. هو السيربيلر شنو عنده سنسري باث واي؟ هو سنسري يعني شنو؟ يعني اسندنج تراكت، يعني الافرنت، يعني الاشياء اللي هي تصعد وتروح للسيربيلر، تصعد من السباينال كورد. هي من هي؟ مثل مثلا اخذناه سابقا بالبيسك الدورزال كولوم ميديال منسكس تراكت. هنا ما خالي صورته بس تخيله موجود دورزال كولوم ميديال منسكس تراكت او سباينو سيربيلر تراكت، وهذا السباينو سيربيلر بي فنترال وبي دورزال. هذني كلهم ينقلوا لي البروبريوسبشن اللي حكيت عليه قبل شويه اللي هو سنس اوف ماي بوزيشن. فذولا اذا اكو مشكله بيهن يعني اكو مشكله بالسربل، يعني ما حيطلع عندي مشكلة سربلر أتاكسيا، حيطلع عندي سنسري أتاكسيا. تختلف عن السربلر أتاكسيا، شلون تختلف هسه راح نشوف، بس المهم انه تعرف هي هذني عبارة عن تراكت اسندنج تراكت توصل للسربلر من خلال البيدنكل الجسورة سربلر بيدنكل الفيني انفيريور ميدل سوبيريور سربلر بيدنكل. اوكي، مثلا هذا الدورزال سباينو سيربيلر تراكت فايت السيربيلر من خلال الانفيرير سيربيلر بيدنكل، السوبيريور سيربيلر بيدنكل فايت منه الفنترال سباينو سيربيلر تراكت. الفكره هم يوصلون بروبريوسبشن يعني سنس اوف بوزيشن. فهسه اني واقف قدامكم حغمض عيني وافتح ايدي هيجي حقوم اترنح على قول الجماعه قرار علاقة حيوقع ما يثبت. هاي يسموها رومبرغ ساين. هو واقف عادي طبيعي خال ايده اي شيء ما يوقع، غمض عينه يحس روحه حيوقع. ليش؟ هو ماكو مشكله بالسيربيلم اتسلف مالته، فما تشوف عنده اتاكسيا هو واقف. شو وقت حتطلع عند الاتاكسيا؟ حتطلع عند الاتاكسيا من يغمض، لان هو ما عنده بروبريوسبشن، ما عنده سنس اوف بوزيشن. فمن ما عنده سنس اوف بوزيشن وهو فاتح عينه حيشوف السنس اوف بوزيشن مالته باي ذا فيجن، حيحصل على سنس اوف بوزيشن. لما نغمض عينه ما حيقدر يعرف هو وين، ما دي يحس بجسمه، فيبدي يقوم يوقع. سو ذيس از ذا سنسوري اتاكسيا، انه تطلع لما يروح الفيجوال ايد، لما يغمض عينه راح يروح للبروبريوسبشن توتالي، فيبدي الانسان يطلع عنده الاتاكسيا، بس ات از ا سنسوري. So this is sensory ataxia. ليش تصير؟ بسبب involvement of the ascending tract المسؤولة عن the proprioception of the joint position. من هي ذني proprioception of the joint position؟ هي the spinocerebellar tract. Okay؟ حلو.
So now, these everything we have to know about the ataxia. عرفنا شنو الاتاكسيا؟ What are the sign of ataxia؟ وافتهمناها لما راجعنا البيسك، يعني من اقول نستاغماس، من اقول gait impairment، من اقول scanning speech، hand التريمر اللي هو الانتنشن تريمر with the movement، hand in coordinations، hypotonia، كلها مفهومه. وعرفنا انه اكو vestibular ataxia واكو ايضا sensory ataxia. هسه تعالوا نقسم الاتاكسيا. هاي الاتاكسيا نقدر نسويها classification according to the time of the appearance of the symptoms. اكو acute ataxia على غفله تصير، يعني minutes الى hours الى day ممكن. اكو subacute تاخذ لها ايام. اكو chronic سالفتها مطوله يعني. ذني one of the classification حنعرف بكل واحدة من ذولة كأكيوت أو سوباكيوت أو كرونيك what are the causes. وأيضا نقسم الأتاكسيا إلى hereditary and acquired. زين، وطبعا من قسمها أكيوت وسوباكيوت وكرونيك نخلي ببالنا أنه هاي الأتاكسيا unilateral لو bilateral. unilateral غالبا تكون ipsilateral، لأن قلت لك كل شيء بالبرين يسوي decussation عدا السيربيلم، مشاكله تكون بنفس السايد اللي بيه، يعني انت عندك مشكله بالليف سيربيلم حتطلع عندك الاتاكسيا اون ذا ليف سايد، فابسيلاترال ممكن تكون اون وان سايد او لا والله سيمتريكال تو سايد اند بروجريسيف. تعالوا خلينا ناخذها بشكل كتابي وراها نرجع لهاي الجداول. اني هذا الكتابه ماخذها من ملازم طب بغداد، هاي الجداول ماخذيها من طب المستنصريه، حبيت لما جايبيها من مصدر امينوف حسب ما اعتقد. وهذا الجدول موجود بديفيدسون. فخلنا ناخذ the simplest one بعدين نجي نرجع شويه شويه. واي ناس يقولون يعني زين انت ليش تصعب الملازم الحين، احنا بطب بغداد حتجينا بس من الملزمه. اوكي اقرا بس من الملزمه، اقرا بس ملزمتك هنا، كنك واحفظ وافتهم حتى تجاوب عملي، تجاوب نظري، تجاوب اورال، تجاوب سادس، تجاوب معادله، اي شيء تمتحن تقدر تجاوبه. الكورس مالتي ما اريد يكون تارجت في كليه واحده، اريد الكل يجاوب عليه. زين، فهسه احنا عندنا acute ataxia cerebellar ataxia اللي تاخذ لها hours to days. فشي acute يعني sudden هسه دي يصير. فشنو ممكن يكون؟ ممكن يكون vascular يعني مثل شنو؟ stroke يعني cerebellar infarction، هاي مدموجه يعني اكو stroke صايره، او hemorrhage. ذني اثنيناتهم تكون sudden and acute تؤدي لي الى اتاكسيا، وحكيناها بمحاضرات الستروك اولريدي، قلنا شنو من يصير سيربيلر ستروك حيصير اتاكسيا وتكون يا هيمرج يا انفاركشنز، وهاي تكون يونيلاترال. مو منطقي واحد يصير عنده سيربيلر هيمرج بايلاترال الا اذا كانت الهيمرج كلش اكستنسيف وماخذه بوث لوب اوف ذا او بوث هيمسفير اوف ذا سيربيلر. يوجوالي الانفاركشن والهيمرج تكون يونيلاترال. فاول شيء بالاكيوت حنقول الفاسكولر. مرات يصير عندنا intoxications، يعني مثلا واحد ماخذ فينيتوين، ماخذ باربيتوريتس، الالكوهول، بس الكوهول ده نحكي باوفر دوز اوف الكوهول، هو اصلا معروف اللي يشرب هوايه يصير عنده يعني درانكن، يكون هيجي يترنح على قول جماعه القرار. لا اصلا هو الاتاكس جيت احنا نسميه درانكن جيت، فالاوفر دوز اوف الكوهول ممكن تسوي له اتاكسيا. ايضا انتي ابيليبتيك دراك مثل الفينيتوين، عندنا الباربيتوريتس وايضا الليثيوم. ذني اكيوت اتاكسيا بسبب ذني الانتوكسيكيشنز. باوع الانتوكسيكيشنز كلها تسوي اتاكسيا كلها، بس اكو تكون على شكل اكيوت مثل ذولا باكيوت ليفل اوف ذا اوفر دوز، اكو لا والله سب اكيوت تاخذ وقت يلا تطلع، اكو كرونيك بسبب كرونيك يوز اوف سم دراك لايك انتي ابيليبتيك دراك. فالانتوكسيكيشنز موجوده بالاكيوت، بالسباكيوت، بالكرونيك. وذولا كلهم من تسوي اتاكسيا حتكون ابسيلاترال فوكال؟ لا طبعا، حتكون سيمتريكال بايلاترال اند بروجريسيف. زين، بعد اشياء تصير باورز اكيوت. اكيد ممكن انه تكون بسبب انفكشن، سيربلايتس، بالتحديد الفارسيلا زوستر. صح مرات بوليو، كوازاكي فيروس، بس اكثر شيء فارسيلا. ومو بس acute cerebellitis، مرات post infectious syndrome بعد الانفكشن خصوصا بالفارسيلا هم يعني ممكن تسوي لنا اتاكسيا. ومرات cerebellar abscess عباره عن space occupying lesion mass كانما due to an infection. abscess تكونت بشكل acute وصارت على cerebellum فممكن نسوي لنا اتاكسيا. ذني كلهن
احنا نعتبرهن acute causes. مثلا السيربلايتس، بوست انفكشوس سيندروم بالفارسلة، الانتوكسيكيشنز، يعني كلهن عبارة عن acute وسيمتريكال بايلاترال بروجريسيف. بينما الفاسكولايت يعني الفاسكولار كوزز كانفاركشن او هيموريج وحتى السيربلر ابسس يعني تكون فوكال اند يوليلاترال. فمن تيجي هنا تشوف الاكيوت كوزز او فوكال ابسيلاترال سيربلر اتاكسيا هتشوف خلينا الفاسكولار كوزز كهيموريج او كانفاركشن خلينا الابسس وياها. لكن اذا نحكي على سيمتريكال كوزز خلينا الانتوكسيكيشنز اللي حكينا عليها وايضا خلينا السيربلايتس والبوست انفكشن سيندروم. يعني جماعه المستنصريه كلش متفقين يا جماعه بغداد. زين وسب اكيوت يعني تاخذ لها دايز تو ويك. مثل منو؟ ون اوف ذا موست امبورتنت وان هو التيومر. التيومر مثل اكو سيربلر جلايوماز او ميتاستاتيك تيومر تو ذا سيربلم، هذا هم ممكن يكون يونيلاترال. فالتيومر ياخذ له دايز تو ويك، ماكو تيومر يطلع اكيوتلي على غفله يطلع لنا الساين. هو بده يتكون شويه شويه، حيسوي كومبريشن على السيربلم، حيسوي ديسفانكشن بيه، حتطلع عندي الاتاكسيا. فهذا يكون انه سب اكيوت مانر. بعد منو تطلع عندي بالسب اكيوت؟ مثل ما قلت لك الانتوكسيكيشنز موجوده بالاكيوت، بالسب اكيوت بالكرونيك. بس بالاكيوت الكحول، ليثيوم، ايضا الانتي ابيليبتيك مثل الفينيتون والباربيتيوريت اللي حكينا عليه. هنا أنا لا سوالف شويه اقوى، ميركوري بويزنينج، سولفنس ايجنتس، الجازولين، مرات كيموثيرابي. واحد ياخذ كيموثيرابي دوز شويه يعبر البلود برين بارير فيقوم يسوي سب اكيوت اتاكسيا، اكيد هاي ما راح تكون ان اكيوت واي. تمام. فانتوكسيكيشنز تيومرز، الانتوكسيكيشن تكون يونيلاترال او بايلاترال؟ اكيد بايلاترال. مرات يصير عندنا ديجنريشن اوف ذا سيربيلار فيرمس. السيربيلار فيرمس من يصير بيه ديجنريشن اكيد راح يصير عندنا ترانكال اتاكسيا. هاي من حيصير ديجنريشن اوف ذا سيربيلار فيرمس، هاي تكون بسبب الكهوليزم ايضا مال نيوتريشن. هسه تقول لي مو هو الكهوليزم مو كان اكيوت كوز؟ صح، هنا بدنا نحكي واحد فتره دا يشرب، فتره دا يشرب حيصير كومبينيشن ويا يعني الافكت اوف الكحول ويا المال نيوتريشن، خصوصا اذا صار عنده ديفيشنسي بالفيتامين بي 1 وبي 12. ذني الفيتامينات اثنيناتهم كلش افكتيف وكلش امبورتنت ويا السيربيلر ديس اوردر، حنشوفها هوايه نمشنها من دا نحكي على سيربيلر ديس اوردر، فهاي كلش اريد تخلوها ببالك. اوكي؟ زين. تمام شباب. فذن هي الكوزز. بعد بقى عندنا كوز واحد اللي هو الام اس، المالتيبل سكلروسس، عباره عن ديمالينيتنج ديزيز، هم ممكن يطلع لنا اتاكسيا ان اساب اكيوت واي. تعالوا خلينا نشوف جماعه الطب المستنصري ايش يقولوا لنا. يقولوا لنا يابا السب اكيوت اتاكسيا اذا كانت ابسيلاترال اون وان سايد فممكن تكون تيومر نيوبلاستيك بروبلم. هذا التيومر مثل ما قلنا جلايوما او ميتاستاسيس، حنشيكها بالامراض. او ممكن يكون ديمالينيتنج ديزيز مثل الام اس، هسه حكيناها قبل شويه. الام اس كلش 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 مهم، كلش هوايه نشوفه، واحده من الساينز اوف ذا مالتيبل سكلروسس هي ام ساين سنسري بروبلم واوبتيك نيورايتس، بس همين ممكن يصير عندهم اتاكسيا وتكون يونيلاترال وابسيلاترال، خصوصا للي عنده ايدز. خصوصا للي عنده ايدز. اوكي؟ واصلا هو اكو انتيتي منفصل اللي هو ايدز ريليتد ليوكونسيفالوباثي، هذا يعني انه واحد عنده ايدز يصير عنده اتاكسيا، وهاي غالبا الاتاكسيا تكون ابسيلاترال. ليش؟ لان هو الايدز راح يسوي له مالتي فوكال بروبلم ان ذا برين. هاي المالتي فوكال بروبلم واحده من ذني الفوكال تضرب لها وان هيمسفير اوف ذا سيربيلوم راح تسوي لنا ابسيلاترال اتاكسيا. زين كسب اكيوت كوزز و سيمتريكال وبايلاترال اكيد الانتوكسيكيشنز نفس اللي كانت بيها بالملزمه، الميركوري، السولفنس، الجازولين، الجلو والكيموثيرابي. وايضا لما يكون اكو الكوهوليزم وديفيشنسي بالفيتامين بي 1 وبي 12 حيصير عندنا ديجنريشن بالفيرمس فتؤدي لي الى سب اكيوت تايب اوف ذا اتاكسيا.
ايضا اللايم ديزيز. اللي ما يعرف شنو اللايم ديزيز هذا حنسولف لكم عليه بالمحاضرات اللي حتجي بعدين. اللايم ديزيز از فيري امبورتنت، بالعراق ما يحكون عليه بس بيو اس كلش هوايه يسولفون عليه ويحبون. So this is an acute and subacute ataxia, unilateral and bilateral. جينا عليها. هسه خلينا نروح على الكرونيك اتاكسيا. ليش ممكن تكون اكو كرونيك اتاكسيا؟ اكيد اكيد اذا بدنا نحكي على كرونيك اتاكسيا فممكن تكون انهيرتد او هيرديتري اتاكسيا اللي هسه حنيجي ناخذهم، اللي هم هذول الانهيرتد اتاكسيا. اكو بيهم اوتوسومال دوميننت او ريسيسيف، واهمهم الفريدريك اتاكسيا. فمن نحكي بالكرونيك اكيد اكو انهيرتد اتاكسيا. بعد منو ممكن يكون عندنا؟ ممكن يكون عندنا انتوكسيكيشنز. intoxication of which drug؟ الفينيتوين قبل شوية حكينا عليه. أيضا نضيف الأميدارول. أميدارول. أوكي؟ بعد شو وقت ممكن يصير عندنا أتاكسيا وتكون كرونيك؟ مو بالتيومر اللي صاير بالسربلام، لا. بارانيوبلاستيك سربلار أتاكسيا، يعني تيومر elsewhere حيقوم يفرز أنتي بوديز، هاي الأوتو أنتي بودي تروح تسوي افكت على السيربيلم فتسوي لي اتاكسيا. مثلا واحد ذا بريست او وحده عندها بريست اند اوفرين كانسر او بريست اور اوفرين كانسر، اكو انتي يو اوتو انتي بودي، هذا ممكن يروح يسوي لي كرونيك سيربيلر اتاكسيا. او سمول سيل لاين كانسر اللي هي انتي بي كيو تايب اوف ذا اوتو انتي بودي، هذا ايضا ممكن يروح يسوي لي كرونيك سيربيلر اتاكسيا. سو هسه شوفوا السلايد، خلينا نوقف انا وياكم. عرفنا شنو يعني اتاكسيا وافتهمنا how we can examine the cerebellum. What are the signs of the ataxia؟ افتهمناها according to the function of the cerebellum. وراها عرفنا انه اكو vestibular ataxia، لان مرات تكون اكو مشكله بالvestibular nucleus and the vestibular system. وافتهمنا انه هاي يكون بها dizziness وياها. وعرفنا انه اكو sensory ataxia اللي تكون بها Romberg sign positive. Romberg sign مهمه تجيب السلايدات هواية تنسلون عليها هواية، بينما الأتاكسيا العادية ما تسربلها ما بها رومبرغ ساين بوزيتيف. وراها قسمنا الأتاكسيا according to the time manner acute, subacute and chronic، وكل واحدة منهم نقسمها انه ممكن تكون focal ipsilateral أتاكسيا او تكون symmetrical bilateral and progressive. فخلنا ناخذهم واحدة واحدة. باعوا علي وعوفوا السلايد، ماكم علاقة بالسلايد. الأكيوت شي أكيوت فممكن يكون infectious، ممكن انه يكون توكسيكيشنز، ممكن يكون الموست كومن هو الفاسكولار انجري. فاذا صار عندي اكيوت اتاكسيا ممكن تكون فاسكولار بروبلم مثل انفاركشن وهي تكون فوكال، او هيموريج ويكون فوكال، ومرات مرات تكون لا غير سوالف مثل الانفكشنز. الانفكشنز صار عندنا مثلا سيربلايتس او بوست انفكشنز سيندروم برا السيربلايتس، خصوصاً بالفارسلة همينة ذا تكون بالأكيوت مانا بس ذا تكون بايلاترال مو فوكال. زين بعد شنو ممكن عندي؟ الانتوكسيكيشنز مثل منو؟ مثل الليثيون، مثل الكحول، وأيضاً مثل انتي إبليبتيك دراك مثل الفينيتوين والباربيتوريت. وأي انتي إبليبتيك دراك ذا يشتغل على الصوديوم شانل مثل الكاربامازابين مثلاً. حناخذ لدوية مال انتي إبليبسي أو أخذناها بالمحاضرات الفاتت، هي راح تكون تأثر وتشوفون شلون تأثيرها على السربلام، فممكن تسوينا الأتاكسيا. وأيضا ممكن سربلار أبسس، الأبسس تكون فوكال. الإنفكشن والبوست إنفكشن سيمتريكال، الإنتوكسيكيشن سيمتريكال، الفاسكولار بروبلم فوكال يعني إبسيلاتر. زين سابكيوت بدون ما باوع، والله ما دا باوعاني، أهم شيء خلي بالي تيومر وهذا يكون فوكال أكيد. وير تيومر فتشي ده خم يكون فوكال، أنا ده أفكر بروحي ده أفكر ده أفكر ده أقول ممكن يكون multiple sclerosis. وكو شيء ما مكتوب بهذا السلايد والله ما دعوا عليه، أو شو حكيت لك إياه multifocal encephalopathy أو encephaloplasia وغيرها اللي تصير ويا الأيدز، هاي عرفناها. بعد شنو ممكن يكون؟ symmetrical ممكن يكون بسبب intoxications، هاي اللي تاخذ وقت مع الميركوري مع الكيموثيرابي مع الجازولين مع الجلو مع السولفنت. عبد الله هذا اتذكر وما جاب باور صدت عليك جوب جوب. زين وايضا ممكن يكون السبب ديفيشنسي مالت الفيتامين بي 1 و12 ويا الكهوليزم فتسوي لي ديجنريشن بالفيرمس فتسوي لي ترانكال اتاكسي. هذا هو اكوردنج تو ذا تايم مانر. هذا هنا نشوفه شون ديفيدسون مقسم لنا الاكوايرد اتاكسي. طبعا
الاكيوت حكيت اني والسب اكيوت حكيته، واكيد وراها الكرونيك نسيت احكي لكم اياها. الكرونيك قلت لكم عندنا انهرتد، وعندنا انتوكسيكيشن سمينا، وعندنا مال اوتو انتي بوديز. زين ديفيدسون مقسم الاتاكسيا اكوردنج تو ذا تايم، مهام التايم يقول لك يابا ترى اكو ستراكشرال كوز مثل برين تيومر وبرين ابسس، اكو توكسيسيتي مثل الكحول ميركوري ليثيوم فينيتوين اميدارون باربيتيوريت نقدر نخلي، اكو بوست انفكشوس اند انفكشوس. اهم انفكشوس هي الفارسيلي، مرات بوست فارسيلي، ومرات بسبب الاتش اي في او الايدز، اكو بسبب الويبل ديزيز الميلر فيشر سيندروم، هاي تاخذوها من بعدين. ميلر فيشر نحكي ويا الجول امبير ان شاء الله. اكو ديجنريتيف، شو وقت تصير الديجنريتيف؟ اني ما اريد ادوقكم بهذه الديجنريتيف ديزيزز، بس حقول لك مثلا مرات ديجنريشن ديو تو ديفيشنسي بالفيتامينز ويا الالكوهول. اكو انفلاماتوري، اهم واحد المالتيبل سكلروسيس، بس اريد تخلي ببالك اكو انفلاماتوري اند اوتو اميون اتاكسيا تصير ويا السيلياك ديزيز، يعني ماكو جلوتين. اكو بارانيوبلاستيك اتاكسيا حكيناها، هاي اللي تكون كرونيك بسبب الان تي او ان تي بي كيو اوتو انتي بادي. زين اكو اتاكسيا تصير ويا الهاشيماتو ديزيز او الهايبوثايرويدزم، ويا الهايبوثايرويدزم والهايبوباراثايرويدزم همينه، والفيتامين بي 1 بي 12 اند اي ديفيشنسي، وكل فاسكولار. وانتم تعرفون شو يعني فاسكولار، يا هيموراجيك يا اسكيميك. هنا قسمنا كل تفاصيل الاتاكسيا بكل مراحلها. اوكي هسه اخذ لك ريست بسيط ويا نفسك لمده دقيقه، تعال كمل الفيديو حتى نسولف على الانهيرتد تايب اوف اتاكسيا. رسد شويه انا محرسن دقيقه. يا شباب رجعت لكم، سويت بوز للريكوردينج قلت خلينا ارتاح دقيقه نرجع نكمل، انتم المفروض ارتاحتوا. هسه تعالوا انا وياكم ناخذ الهيرديتري او الانهيرتد اتاكسيا، بس انا قبلها خلي لكم كم سلايد على السنسري اتاكسيا. السنسري اتاكسيا شنو؟ يعني الاتاكسيا اللي دا تصير من دا ينضرب عندي السنسري باثوي اللي دا يروح للسربلام. من السنسري باثوي اللي يروح للسربلام؟ عندك الدورزال كولوم ميديال لومينسكس بي بروبريوسبشن يروح للسربلم، وايضا عندك السباينو سيربيلر تراكت بي دورزال، وهنا مثلا موجود اكو دورزال سباينو سيربيلر تراكت بس يجوز ما مأشري، وفنترال سباينو سيربيلر تراكت. اوكي يعني اكو سباينو سيربيلر تراكت واكو دورزال كولوم ميديال لامينسكس تراكت. ذول اذا صار بيهم انجري ات ذا ليفل اوف ذا سباينال كورد او صار انجري بالنيرونز اللي هي تجي وتدخل لهم، يعني انت تعرف هو هذا شلون وصل لهنا، يعني هذا الفايبرز شلون وصلت لهنا، اكيد اكو نيرونز ماشيه برا وصلت لهنا وبعدين تصعد، او ماشيه لهنا وبعدين تصعد. فاذا صار انجري للنيرونز، اذا صار انجري للتراكت هو بالسباينال كورد، اذا صار انجري للتراكت هو ده يصعد، لأن كلهن ممكن إنه سوينا problem with the يعني will lead to ataxia. والتايب مال ataxia راح يكون sensory، يعني من حيكون sensory يعني حيكون rhomboid أو عفوا Romberg test positive. So we have a sensory ataxia اللي إحنا نسميها peripheral ataxia، يعني حيكون مشكلة بدني النيرونز، أو afferent ataxia اللي هي مشكلة بال afferent fiber، مشكلة بال ascending fiber. This type of ataxia is presented also with a wide base gait. ليش؟ ما عنده proprioception and sometimes with bilateral steppage gait. ليش حيصير عنده steppage gait؟ Due to peripheral neuropathy. اللي حيكون عنده neuropathy يعني عنده مشكلة بالnerve distally حيكون عنده steppage gait. يعني شنو steppage gait؟ هذا المصطلح تفتهموه بمحاضرة الجوليمبيري والنيروباثي، وتفتهموه أيضا بالإكزامينيشن لما نشرح الجيت. فأنا هنا بس حمنشنه، بس أعرف أبو السنسري أتاكسي هو عنده مشكلة بذني النيرفات اللي احنا نسميها peripheral ataxia يعني بالنيرفز، afferent ataxia، sensory ataxia. This ataxia occurred due to a lesion in the proprioception اللي هي قاعدة بال يعني proprioception اللي هي قاعدة يعني من ذني النيرفز اللي هي قاعدة من السباينال كورد يعني من الدورزال كولوم وانت صاعد. فيا مشكلة بالنيرف يا مشكلة بالدورزال كولوم
يا مشكلة بالسباينال كورد اتسيلف. فشنو هي الكوزز اوف ذا سنسوري اتاكسيا؟ الكوزز مال سنسوري اتاكسيا باختصار يا مشكلة بالنيرف، يعني اكو نيوروباثي، نعرف شنو هي النيوروباثي، محاضرات النيوروباثي. فهاي الاشياء المعددة هنا أنا ما أريد أطببك بتفاصيلها، لأن أنت بعدك ما تعرف يعني شنو نيوروباثي. يعني أكو مشكلة بالنيرف، بالتحديد heavily myelinated peripheral nerve fibers. لأن أصلاً ذني التراكت، الدورزال كولوم، ميديالا منسكاس، والسباينوس سيربيلار تراكت، النيرفز ما تكون كلش myelinated. واللي قاري بيسك وياي حيعرف ليش، لأنه ذني تنقل أشياء تحتاج إنه تنقل بسرعة. يعني احساس الفايبريشن والبروبريسبشن كلش احساس متطور، فيحتاج نقله بسرعه سريعه، فيحتاج مالينيشن عالي. فالكوز اوف سنسري اتاكسي ممكن تكون بسبب بولي نيوروباثي، او ممكن تكون بسبب مايلوباثي، يعني مشكله بالسباينال كورد اتسلف، مشكله بالبوستيريور كولوم اتسلف، او مرات تكون بولي نيوروباثي ويا المايلوباثي. اثنينات ممكن تصير. Okay, so these are the causes of the sensory ataxia. ومحدد لنا أشياء ما حتكون منطقية هسه إذا أحكيها، إلا أنت تكون قارن محاضرات الأخرى. من حتقرأ المحاضرات الأخرى وتجي تقرأ هاي الأشياء المعددة حتشوفها كلش منطقية. طبعا هاي السلايدات ما موجودة بمحاضرات ما طب بغداد، ولا حتى يعني بديفيدسون كسبجكت هيك واحد، بس أخذناها من محاضرات الكليات الأخرى. زين، فهسه انت فهمت شنو يعني سنسري اتاكسيا. احنا اوريدي فهمنا وفهمنا شنو الرومبرغ ساين، بس هسه خليت الاورينتيشن مالتك انه من المغروب، ممكن سباينال كورد، ممكن نيوروباثيز وغيرها. وما دام نيوروباثي فممكن تطلع ساين اوف نيوروباثيك ديس اوردرز، مثل يعني او نيوروباثيك ساينز مثل ستيبج جيت. زين لنا اوكي، رست هسه فهمت شنو اتاكسيا، تعلمنا حتى السنسري وانواع، واخذنا الاكيوت والسب اكيوت والكرونيك. هسه تعال نعوف ذني الاكوايرد اتاكسيا، خلينا ناخذ الانهيرتد اتاكسيا. انهيرتد يعني جينيتيك، يعني يا اوتوسومال دوميننت اتاكسيا يا اوتوسومال ريسيسيف اتاكسيا. الدوميننت بيها كلش هوايه انواع، فوق ال 30 نوع اصلا، بس هي مو كلش كومن. الاوتوسومال ريسيسيف هي الكومن، ليش؟ لان تحتوي على الفريدريك اتاكسيا. It is the most common inherited ataxia. 50% من الانهيرتد اتاكسيا هي الفريدريك اتاكسيا. وكل نوع من الاتاكسيا لا اوتوسومال دومينت ولا اوتوسومال ريسيسيف، ممكن تكون اكس لينك ديزيز، او مرات مايتوكوندريال مود اوف انهيرتنس اللي يجي بس من الام، مايتوكوندريال. ولو اكو ابحاث جديده قامت ترى المايتوكوندريال مود اوف انهيرتنس ممكن يجي من الاب مو بس من الماترنال. المهم، فالفكره انه اكو اتاكسيا تكون انهيرتد. هاي الانهيرتد اتاكسي اكو اوتوسومال دوميننت، اكو ريسيسيف اللي هي الفريدريك، اكو انواع اخرى. ما حنوقف على ولا نوع منه، بس على هذا النوع راح نوقف، بس على الفريدريك اتاكسيا، لانه كومن، لانه نسال عليه هوايه بالامتحانات بالعراق وبرا العراق. بحيث اني خليكم مثال على فت يعني على الفريدريك اتاكسيا من الفيرست ايد، من المصدر اللي يجيبون باسئله يو اس ام ال اي، واليو وورد مليان اسئله مال الفريدريك اتاكسيا. ليش؟ المهم زين، هذا الجدول مال ديفيدسون، خالي ديفيدسون، بس صراحة يعني it is unlikely انه حتنسألون عليه ابدا، بس تنسألون على هذا. وهذا همينه ممكن تنسألون عليه، الاتاكسيا تولنجكتيزيا. فاني خالي لكم شوية حكي عليه، خصوصا بالبيدياتريك، جماعة الاطفال يحبون البيدياتريك نيورولوجي، سولفوا لكم عليه. المهم، ديفيدسون ايش قالنا؟ قالنا يابا ترى اكو اوتوسومال دوميننت. هاي الاوتوسومال دوميننت يصير هو مثلا سباينو سيربيلر اتاكسيا، ونعطينا يعني فد وصف عليهم بيها تقريبا بالكلاثين نوع. هاي اكو ابيسودك اتاكسيا، اكو دنتاتو رابرو باليدوليسيسيان اتروفي، نوع الاخر من الاتاكسيا. ما تجي شباب، ما تجي هاي، كلها كلش نادر ان تسالون عليها. تنسالون على الاوتوسومال ريسيسيف، واهم واحد الفريدريك اتاكسيا. هذا الفريدريك اتاكسيا نعطينا هوايه حكي عليه ديفيدسون، اني ما راح اسولف على اي حكايه مكتوبه به هنا. اي حكايه مكتوبه ما حسولف عليها، ليش؟ ان كوما عندي حكي هناك موجود. اتاكسيا تيرنجكتيزيا كلش مهم، نرجع له فد شويه، انه هم ممكن تسالون عليه. اكو فريدريك اتاكسيا ويا اسوسيشن ويا الفيتامين اي ديفيشنسي، بحيث انت دائما اللي عنده فريدريك اتاكسيا وشخصه فريدريك اتاكسيا تقوم تعطيه فيتامين اي.
وايضا تشيك الليفل اوف ذا فيتامين اي لا اقل. الان مثل ما قلت لك اكو اكس لينك، اكو مايتوكوندريال، انواع واشكال. هذا جدول خيط الكيمياء للي عنده انترست، بس اني صراحه ما راح اضيع بيه وقت. نجي هسه شباب، الاوتوسومال دوميننت اتاكسيا هي انكومن، عندنا هوايه انواع، اشهرهم السباينو سيربيلر اتاكسيا. سباينو سيربيلر اتاكسيا بي من تايب 1 لحد تايب 30، هو عباره عن جروب من الهيتروجينس انهيرتد ديس اوردرز، غالبا يكون سلولي بروجريسيف اتاكسيا. شلون دي يكون؟ اكو بروجريشن بروجريسيف ديزيز يضرب لي السيربيلر فحيسوي لي سيربيلر اتاكسيا، واللي حنلاحظه احنا انه نشوف اكو اتروفي بالسيربيلر مثل ما تشوفون بهاي الصوره. هذا هو السيربيلر، تشوفوه شلون اتروفايد. هذا سي تي سكان اوف ذا برين اكسيال فيو برين ويندو، نشوف هاي البوستيريور فوسه شلون، هاي البوستيريور فوسه اكو اتروفي واضح كلش بالسيربيلر. اوكي الموست امبورتنت دايجنوستيك تيست هو ندز السي تي سكان والام ار اي، حيراوينا هذا الاتروفي. التريتمنت سيمتوماتيك، ما عندنا فد تريتمنت الى اساسي، والكونفرميشن مال دايجنوسيس از اني جينيتيك ديزيز انه نسوي له جينيتيك تيستنج. هذا اللي احتاج اقول لكم اياه، ما اريد اسولف لكم عليه هوايه، ما اريد اضيع لكم وقت عليه هوايه. غالبا هو انهيرتد ديزيز، فاكيد راح يبدي بالايرلي تشايلد هود اند ادلت هود، بالليت تشايلد هود اند ايرلي ادلت هود، ونشوف اهم شيء اكو اتروفي بالسربلم. مرات الاتروفي تلوح البراين ستيم، ذاتس ات، ما اريد اطول بيه. هنا أنا لا، هنا أنا اريد اطول، اريد اطول بالفريدريك اتاكسيا. الفريدريك اتاكسيا هو عباره عن اوتوسومال ريسيسيف اتاكسيا، نوع من انواع الاوتوسومال ريسيسيف. It is the most common form of the inherited ataxia، اكثر واحد كومن، تقريبا نص الكيسز مال هيرديتري اتاكسيا هي فريدريك اتاكسيا. ممكن يجي بشكل كلاسيكال مال فريدريك اتاكسيا، ومرات مثل ما قلت لكم يكون ان اسوسيشن ويا فيتامين اي ديفيشنسي. هم بشكل عام كلينيكالي احنا ما نقدر نفرق بيناتهم ونعالجهم نفس العلاج، بس جينيتيكلي اكيد حنقدر نعرف هو الكلاسيكال فورم لو ويا فيتامين اي ديفيشنسي سيندروم. زين. The most common of the idiopathic degenerative disorder that produce cerebellar ataxia and begin in childhood after the age of 4 years old وبيفور ذا ايج اوف 25 years old. يعني هو عباره عن degenerative disorder، بس degenerative disorder specifically to the cerebellum، هو مو بس السيربيلم حتى to the spinal cord همينه. يبدي بالchildhood ورا عمر الاربع سنين لحد ال 25 وهو autosomal recessive. الباثولوجيكال فايندينج ار localized، اكثر بارت راح نشوفه ينظر هو الموست بارت هو السيربيلم، وايضا السباينال كورد، سباينال كورد اند ذا سيربيلم. من حيضرب السيربيلم يعني حنشوف قد البيشنت سيربيلر اتروفي، سيربيلر اتروفي، ايضا سباينال كورد اتروفي كلش واضح بعد السباينال كورد رفعات الشباب. فبهاي الحاله راح ينتج عندنا اشياء، راح يسوي لي degeneration to the spinocerebellar tract، لأن هو مسوي atrophy للcerebellum و atrophy to the spinal cord، فأكيد the spinocerebellar tract مالت proprioception راح تكون atrophied. راح يضرب لي حتى posterior column مالت spinal cord، وحيضرب لي dorsal root ganglia. Okay؟ يضرب لي dorsal root ganglia، وحيصير depletion of the neuron in the Clark columns اللي هي مسؤولة عن spinocerebellar tracts. او الاي سباينال سيربيلر تراكت. فايش حيأثر لي؟ حيأثر لي على السيربيلم اتسلف، حتطلع عندي الاتاكسيا، وحيأثر لي على السنسري فايبرز اللي تصعد للسيربيلم مالت البروبريسبشن اللي قاعده بالدورزال كولوم. راح يضرب لي الدورزال روت جانجليا، راح يضرب لي الكلارك نيوكليوس ام السباينال سيربيلر تراكت. فهاي كلها راح تأثر لي على البروبريسبشن. وكو شغله اخرى مهمه، هو من ضرب الدورزال روت جانجليا، dorsal root dorsal nerve يعني sensory nerves، فش حيصير عندي بهاي الحالة؟ دائما من حفحص التندن reflex مال هذا المريض راح اشوف absent of the reflexes. ليش؟ مع العلم اني لا عندي upper ولا lower motor neuron lesion على الاغلب يعني، بس ليش ايش دا يصير؟ دا يصير ايه هيجي لانه الدورزال روت مضروب، انت السنسري من يعني الرفلكس هو شلون يطلع؟ اجيب تندن هامر مثلا اضرب على البايسبس، اللي حيصير
سنسري انيرفيشن يجي للنك يفوت من الدورزال روت جانجليا وراسا يطلع من الفنترال هون ويرجع يحرك الايد. زين انت اذا الدورزال روت مضروبه فالرفلكس حيوصل لي، الافرنت اوف ذا ريفلكس حاحس بي؟ لا، فما حيصير عنده ريفلكس. فتشوف عندهم ابسنس اوف ذا ريفلكسز، ابسنس اوف ذا ريفلكسز، لان الدورزال روت مضروبه. مو بس هنا، باي ديزيز يضرب الدورزال روت، اي ديزيز يضرب الدورزال روت. مثلا اكو ديجنراتيف ديس اوردر بسبب فيتامين بي 12 ديفشنسي، تضرب الدورزال روت شوف عندهم ابسنس اوف ذا ريفلكسز، مو معناته الا يكون دول لور موتور نيرون بروبلمز، يجوز اكو اشياء ابر موتور نيرون وياهم، بس ما دام ضربت الدورزال روت حيطلع عندي هيك. فخلي هذا الشيء ببالك. اوكي زين، ايضا راح يضرب لي اللارج هيفلي مالينيتد اكسون اوف ذا بيريفيرال نيرف اند سيل بوديز of the primary sensory neuron and the dorsal root ganglia are also involved. يعني شكو؟ اكو peripheral neuropathy. يعني من اكو peripheral neuropathy يعني حيصير عندك absence of the reflexes. نفس الحاجة اللي قلت لك يا ناجي عايد لي هاي الظاهر اني عايدها ان دامج ملازم كليتيا. ف واحد عنده فريدريك اتاكسيا، شنو الساينز والسيمبتومز؟ اول شيء تطلع قبل 25 years of age اكيد راح يكون عنده اتاكسيا، يعني مشكله جيت، وتكون بروجريسيف. يعني شنو بروجريسيف؟ ويا الوقت تبدي تزيد وتتاذى اكثر. اللور اكستريميتيز تكون انفولف اكثر من الابر اكستريميتيز. بعد ايش راح نشوف عندهم؟ راح نشوف عندهم ابسس ابسنس اوف ذا ديب تندر ريفلكسز. ليش؟ لان مضروبه عندهم الدورزال روت. بعد ايش راح نشوف عندهم؟ ما مكتوبه يجوز هنا، راح نشوف عندهم يعني ويا الابسنس اوف ذا ديب تندر ريفلكسز راح نشوف الذولة انه مشكله بالبروبريوسبشن، يعني حيكون عندهم سنسري اتاكسي وياها. فهو قايل لك هنا ابسس اوف ذا ديب تندر ريفلكسز، بس بنفس الوقت حيكون اكستنسر بلانتر ريسبونس. ليش؟ ليش يعني عنده سوالف البابانسكي؟ اكو ويكنس خصوصا بالديستال مور ذان ذا بروكسيمال. ويكنس بالديستال مور ذان ذا بروكسيمال منطقيه، لان احنا قلنا هنا حيصير عندهم نيوروباثي، بس انا النيوروباثي اللي هنا أنا قلته على الاغلب، على الاغلب دا اقصد على السنسري، السنسري ما يسوي ويكنس. شو هنا تقول عنده ويكنس، تقول عنده بوزيتيف مرات يعني اكستنسر بلانتر ريسبونس. ليش دا يصير؟ حجي ما انا قلت لك دا يصير اتروفي بالسباينال كورد، يعني يجوز حتى البيراميدال تراكت مرات ينضرب، فهمينا ممكن يصير بيها مشكله. بعد ايش قايل لك؟ lose of the vibratory and the proprioception sensation. اي طبعا مو قلت لك الدورزال كولوم مضروب، الاسباينال سيربيلر تراكت مضروب، فهي حتطلع عندهم اكيد ما حيصير عنده proprioception ولا vibration. هو اصلا proprioception والvibration دائما اخوه ويجون سوا، فما ماكو شيء غريب، متوقع هذا الحكي تمام العزم. وشغله كلش مهمه، شوف عندهم musculoskeletal deformity. It's a pattern of inherited disease. It's a pattern of syndrome. صح هو اتروفي بالسباينال كورد، اتروفي بالسيربيلم، بس تشوف وياه اكو اسوسيشن. من الاسوسيشن المهمه انه يصير عنده scoliosis، يصير عنده foot deformity مثل البيس كابس والبيس اكوينوفارس. هسه نشوف شنو هاي ذني. وايضا قبل ما اعبر للسلايد الاخ، يصير عندهم دي ام واي من المرضى مالتهم، صار عندهم دي ام، ويصير عندهم كارديوميوباثي، هايبرتروفيك كارديوميوباثي، which is the most common cause of death in patient with Friedreich ataxia. تعالوا هنا نشوف، شوف عندهم cardiac involvement 90% من البيشنت، صار عندهم كارديوميغالي، هايبرتروفي، كارديوميوباثي، صار عندهم مشكله مرمرز، يصير عندهم conduction defect. اكو بعض منهم يصير عندهم psychiatric and mental retardation، بس مو كلش هوايه، بس اكو هاي انسيدنس يصير عندهم دي ام. فعلى هالاساس الميديان ايج مالتهم يكون 35 years of age، لانه ديث راح يصير بسبب الكارديك بروبلم غالبا. والومن يكونون بيتر بروجنوسيس ذان ذا مان. والدايجنوسيس غالبا احنا نسويه باي ذا ام ار اي تو ذا سباينال كورد اند تو ذا سيربيلم، حيراوينا الاتروفي مثل ما تشوفون هنا اتروفي اتروفي، بس الديفينيتيف اكيد جينيتيك. هاي هنا انت تشوفون هذا البس كابس اللي هي الفود ديفورميتي، هاي المسكلوسكيتال ديفورميتي مال سكوليوسيس. So this is the Friedreich ataxia. What is the Friedreich ataxia? It is an وياي باوع it is an autosomal recessive disorder. هاي الاوتوسومال recessive disorder راح تضرب لي السربلم والسباينال كورد.
بروجريسيف ديجنريشن، تبدي بعمر ال4 سنوات لحد ال25 سنه، قبلها لازم طالع عقدهم. من راح تبدي تطلع راح يصير اتروفي بالسبينال كورد، اتروفي بالسيربيلوم، راح تطلع عندي ساينس اوف اتاكسيا. وياها ما دام ضرب السبينال كورد راح يضرب الدورز اوف كولوم، راح يضرب الدورز الروت، راح يضرب ذا نيل تراكت، فايش حنشوف عندهم؟ لوز اوف ذا بروبريوسبشن سنسيشن، ابسنس اوف ذا تندر ريفلكسز، مضروبه الدورز الروت. حشوف عندهم ساينز اوف نيوروباثي، وبنفس الوقت حشوف عندهم ويكنس لان جوز البيراميدال تراكت عندهم ينضرب. تمام؟ راح اشوف هذول المرضى اتاكسيا مثل ما قلنا، وسنسري اتاكسيا عندنا، حشوف عندهم اسوسيشن واحد عن النيرو اللي هي ماسكولو سكليتال دي ام كاردياك اللي هي كوز اوف ديث. ماسكولو سكليتال خصوصا كايفو سكوليوسس، سكوليوسس بالتحديد، والبيسكافس او اكوينوفارس. ايضا يصير عندهم cardiac involvement, hypertrophic cardiomyopathy أو cardiomegaly هي ال cause of death. ويصير عندهم DM اللي حيصير عندهم insulin resistance و beta cell dysfunction اللي قاعدة البنكرياس. This is Friedreich ataxia. هاي الصورة من ال first aid حاكينا على ال Friedreich ataxia. قاعد إنه هو autosomal recessive، مشكلة بيا كروموسوم. تعرفون هذا ستيب 1 من اليو اس ام ال اي، يركزون على سوالف الجينيتك وهاي، فيقول لك بالكروموسوم التاسع اللي هو انكود فور فراتاكسين من اسمه فريدريك، ففراتاكسين هاي كلش يحبوها باليو اس ام ال اي اللي هو ايرون بايندينج بروتينز. اكو مشكلة بالفراتاكسين اللي هو قاعد على الكروموسوم التاسع. اوكي، ايش حيسوي له مشاكل؟ degeneration of the lateral corticospinal tract. قلت لك حيضرب لك البيراميدال سيستم، فلهذا مرات تشوف عنده spastic paralysis، لهذا تشوف عنده weakness، لهذا تشوف عنده plantar response. بس بنفس الوقت راح يضرب السباينو سيربيلار تراكت فيطلع عندي اتاكسيا، راح يضرب عندي الدورزال كولوم ميديال لمنسكس فيقل البروبريسبشن والفايبريشن، راح تنضرب الدورزال روت فيصير ما عنده ديب تندر ريفلكسز. وما دام انضربت الدورزال روت وانضربت النيرف همين مرات ويصير عندهم نيروباثي، فممكن يصير عندهم ستابج جيت، يصير عندهم فريكوت فولينج، يصير عندهم نستاجمس، ديسارثريا. ديسارثريا ليش؟ اتاكسيا يصير الا البروبلم. نستاجمس ليش؟ سيربيلار بروبلم. فريكوينت فولينج ويوقعون، اتاكسيا، وبنفس الوقت حتى سنسري اتاكسيا. نشوف عندهم بيسكافس، هاي بيسكافس شوفوها مرات يصير عندهم هامرتو، هذا هو الهامرتو. يصير عندهم دايابيتس هايبرتروفيك كارديوميغالي، ات از ذا كوز اوف ديث. هاي في النيمونيك نعطيني اياها. سو ذيس از ايفريثينج اباوت فريدريك اتاكسيا. فسخناه شباب، دمرنا الفريدريك اتاكسيا. ما يجيبونا سؤال بعد نجاوبون، واحنا قدها عاشت ايدي وعاشت ايدكم. يلا نعبر. انا خليت لكم سلايد على الاتاكسيا تيلانجكتازيا. الاتاكسيا تيلانجكتازيا همين هيرديتري بروبلم، حتشوفوها بالبيدياتريك نيورولوجي، همين اوتوسومال ريسيسيف ويكون بروجريسيف، يضرب لي السيربيلار، يسوي لي بان سيربيلار ديجنريشن. وياها راح تشوفون اكو مشاكل، يعني هتشوفون اكو تيلانجكتازيا، هتشوفون اكو ليفر ابنورماليتي، فهسه تشوفون بالانفستيجيشن مرات ان ذيس ليفر فانكشن تيست. واكو اوكيولوكيوتينياس تيلانجكتازيا، فنفسها نفس مثل الاتاكسيا تيلانجكتازيا، بس تشوفون اكو وراها وياها مشاكل بالاي. هذا الحكي اللي هو كاتبين لنا اياه الباقي جاست فور يور ريدنج. هاي لكم اياه حتى تطلعون عليه، ما تضيع وقت فيه هواية. بس اتاكسيا تيلانجكتازيا اتس امبورتنت، it is common and يجي بأسئلة امتحانات المعادلة، يجي بالبيديات بكمين ممكن. زين، هسه احنا تعرفنا على الاتاكسيا، اكو سنسري اتاكسيا، اكو فيستيبيلار اتاكسيا، مو مهمات كلش قد السيربيلار اتاكسيا. وايضا اكو هاي السيربيلار اتاكسيا اكوايرد واكو انهيرتد، وهاي الاكوايرد اكو فوكال ابسيلاترال واكو لابايلاترال. How I can investigate for a patient with ataxia. واحد جاني اتاكسي، اني I will investigate according to the time of the occurrence. اذا هي hereditary فاني اكيد راح ادز imaging. انت بكل الاحوال حدز imaging to exclude the important cause او to exclude a reversible cause. يعني مثلا ischemia I can treat the ischemia, tumor we can treat the tumor وغيرها وغيرها. فانت 100% راح تدز brain CT scan اذا بالطوارئ، واذا مو طوارئ تقدر تدز فتشي افضل فاكيد الام ار اي هو اهم واحد.
بس هي according to the time، يعني إذا جاني كرونيك وده أفكر بالهيرديتري حتزدني، بس إذا أسوي confirmation أسوي confirmation من خلال الجينيتيك تيست، بس history وإكزام تبين لي هذا هيرديتري أو فريدريك أتاكسيا، خصوصا إذا عنده مشكلة بالهارت، عنده دي إم، عنده كايفوسكوليوزس، عنده بيسكافس وغيرها. واحد على غفلة صار عنده أتاكسيا ويونيلاترال، حفكر بالفاسكولار، فأكيد حدز الانفستيجيشن أوف ذا ستروك، أهم واحد شنو؟ سي تي سكان اوف ذا براين مثلا. واحد سب اكيوتلي صار عنده اتاكسيا وعنده ساين اوف انكريز انترا كرانيال بريشر، بابلوديما وغيره، شكله تيومر تدز ايمجينج. واحد عنده اتاكسيا وهو شكله مال واحد دراج ابيوزر، ادز توكسيكولوجي لهذا صاير عنده انتوكسيكيشنز. واحد جايني بساينز اوف اتاكسيا بس هو فبرايل او عنده disturb level of consciousness وغيرها، فممكن يكون infectious causes خصوصا حسب ال time manner. واحد عنده اتاكسيا وايضا هو عنده tumor باللانج والاتاكسيا هاي in a chronic manner، فراح افكر بالبارانيوبلاستيك سيندروم وحدور على الاوتو انتي بودي فاكوردنجلي. فانت الانفستيجيشن حدزها اكيد راح ادز سي بي سي، اكيد تشيك الالكوهوليك ليفل لان الالكوهول ون اوف ذا امبورتنت كوزز كاكيوت وحتى كسب اكيوت لما يكون كومبايند ويا نيوتريشنال ديفيشنسي، فتشيك الالكوهول، تشيك الفيتامين بي، فيتامين بي 1 بي 12، فيتامين اي مهم عندنا. انتي كونفولسنت دراج ليفل خصوصا اللي تلعب على الصوديوم شانل مثل كاربامازابين او الفينيتوين، تشيك البارانيوبلاستيك انتي بودي بانل. ذني كلن ممكن نخليها ببالنا، بس انت تدز ذني كلن؟ لا طبعا، تدز حسب الحاجه، حسب اللي انت تشك بيه. بس مانديتري تدز البرين امجيك از يوسفول فور ديمونستريتنج بوستيريور فوسيت تيومر او مال فورميشن او انفاركشن، وحتى مرات السيربلايتس همين نقدر نستعين بالامجيك، تفيدنا البرين امجيك. السي تي او الام ار اي، الام ار اي هو اهم واحد، اكثر واحد بتر فيجواليزيشن نشوف بالام ار اي than the CT scan. مرات حتى نشوف الديجنراتيف ديزيز او السيربيلر اتروفي اللي نشوفهم بالانهرتد. احنا الانهرتد ما نعتمد بس على الايمجينج، بس the most useful investigation هو الايمجينج حيكون عندنا هنا. مرات ندي السي اس اف اناليسيس، شوكت لما نشك بسيربيلايتس او بوست انفكشنز، الجينيتيك اكيد بالهيرديتري. فانت الانفستيجيشن اكوردنجلي اكيد راح تدي السي بي سي، اكيد تشيك توكسيكو، يعني امور لازم تدزها CBC، random blood sugar أنا أدزه دائما، toxicology والكحول و imaging، هاي أساسيات. CSF من أحتاجه، antibody panel من أحتاجه، أدي شك vitamin deficiency من أحتاجه، anticonvulsant level وإلى آخره، genetic in some centers وهكذا. ف any patient with ataxia راح ندزه 4 حسب الأهميات، أهم شيء أهم شيء imaging MRI وإذا ماكو CT scan. أكيد حندز CBC فيتامين B12 level. فيتامين B12 كلش مهم. CBC ليش ندز ويا الفيتامين B12؟ هو B12 إذا ناقص فحيسوي لي أنيميا ترى. فمرات أني من الأنيميا أقدر أتنبأ إنه أكو فيتامين B12 ناقص. مرات حتى B12 غالي ما تدز راسا. دز CBC رخيص ب 5000، حتى بالأهلي ب 5000. حيطلع لك أنيميا وأكو أتاكسيا فتفكر لا أكو myelodegenerative disorder اللي يصير بسبب فيتامين B12 deficiency. مرات ندز spinal cord MRI مو بس برين MRI وراويتك اهميته، مرات ان MS patient multiple sclerosis، مرات ان Friedreich ataxia شفت شلون يصير بيه اتروفي. thyroid function test it is not common in ataxia بس هاشيماتو ممكن تسوي لي problem ataxia، وايضا مو بس الهاشيماتو hypothyroidism وhypoparathyroidism. celiac screening مو كمان بالسيلياك بيشنت صار عندهم اتاكسيا، بس قلت لك اكو بعض البيشنت يعني سيلياك ديزيزز يصير عندهم اتاكسيا ديو تو يعني جلوتين بروبلم. بارانيوبلاستيك اندز ليفر فانكشن تيست هاي اندزها للي دا شك عنده اتاكسيا تلنجكتيزيا، وحتى مرات ان سم ريبورتس اكو بالهيباتيتس بيشنت تايب بي، هيباتيتس بي ممكن يسوي اتاكسيا. فيتامين اي ليفل اكيد، فيتامين بي 12 حتى بي 1 همينه، فينيتون وكاربامازيبين ليفل خصوصا اللي يعني بالان اي شانلز، في دي ار ال هذا منو تيست مال سيفلس، يعني تيرشري سيفلس يسوي تيبيس دورزاليس مشكله بالسباينال كورد بالتحديد بالدورزال كولوم، يعني همينه ممكن يضرب لي
الدورسال كولون ميديال لمنسكا استراكت او السباينو سيربيلا ريتراكت، فهم انه ممكن انه يسوي لي اتاكسيا وبالتحديد سنتري اتاكسيا. توكسيكولوجي اكيد منطقيه. ليبيد بروفايل هاي يصير ويا الأ بيتا لايبوبروتينيميا، ان اكو نوع من الانواع يكون اسوسييتد ويا الأ بيتا لايبوبروتينيميا، نوع من الاوتوسومال ريسيسيف تشوفون عندهم أ بيتا لايبوبروتينيميا، فندزها لما يكون عندنا سسبشن. فيعني تسالني سؤال اديس كل ذني؟ لا طبعا حبيبي، انت المهم تحفظ لي ذني، ذني خال لك اياها هنا من طب بغداد الاساسيات. جماعه المستنصريه شويه يحبون هوايه سوالف يحجوها، فخلينا هاي كلها بس مو بالضروره. خو جماعه النهرين لا قاعدين بالنص بين بغداد وبين المستنصريه، ما عندهم مشكله. زين شباب، so that's how you can approach a patient with ataxia. تاخذ منه هيستوري حتى تعرف انه هذا دا يروح ويا الهيرديتري، لو دا يروح ويا الـ يعني المو هيرديتري يروح ويا الاكوايرد. التايم مانر ما تهمينا مهم، تايم مانر انه اكيوت لو سب اكيوت لو كرونيك، فالهيستوري حيوديني باتجاه معين وراح ابدي اختار من ذني الانفستيجيشن اللي انا خالينه هنا. أنا مرات شويه الموضوع مدى اوصل النتيجه بذني الانفستيجيشن، فاروح الاشياء شويه انكمون، مثلا بالسيلياك، مثلا بالثايرويد، مثلا تروح باتجاه البيتا لايبوبروتينيميا، جينيتيك تيست، سيفيليس وغيرها وغيرها. So that's how you can go with ataxia patient. How you can treat. اكو cases could be treated. يعني treatment يكون according to the cause. مثلا واحد قده stroke, ischemia. We'll treat it as a stroke case. جايك اسكيميك ستروك من وقت زين، تعطيه ثرومبوليتيك وطب بالعلاجات مال ستروك اللي حكيناها. جايك هيموراجيك ستروك ويم السربلم، هاي اكسسبل بالسيرجري، يجوز نسوي له كرانياتومي او لا كونزرفيتيف. برين تيومر، وي ويل ريسكت ذا تيومر. بارانيوبلاستيك ديس اوردر، حشيل البرايمري تيومر اللي باللانك او بالاوفري او بالبريست وهكذا. فهي ذاتس هاو وي كان تريت. توكسيكولوجي، نحاول انه خاصة من هاي التوكسنز، وإذا أكو أنتيدوتس إلها ممكن نعطي and so on. وهكذا infection نعالج infection. وكو مرات يكون malabsorptive syndrome، زي مثلا واحد عنده فيتامين E deficiency ويا الفريدريك أتاكسيا، نعطيه فيتامين E ورا ما نحسب الفيتامين E level. أو مثلا واحد يعني عنده فيتامين B1 أو B12 deficiency، راح نشيك الليفل مالته ونعطيه فيتامين B1. ثايمين كلش مهم وكلش effective treatment ونقدر نعالجه، أو B12 and so on. فيعني ال treatment يكون according to the cause. ال treatable causes نعالجها، ال untreatable مثل ال inherited symptomatic treatment to improve the quality of life. نحاول نقلل مشاكل الدي ام اللي عنده بالفريدريك اتاكسيا، مشاكل الهارت بالكارديو مايوباثيز اللي صار عندهم and so on. اكو alcoholic cerebellar degeneration، يعني انت مرات يصير سيربيلر ديجنريشن وسيربيلر اتاكسي ديو تو الكحول. هاي كرونيك يوز اوف الكحول، 10 سنين يشرب، فشويه شويه حيصير عنده نيوتريشنال ديفيشنسيز، وخصوصا بالمن تبدي يطلع عنده ديجنريشن بالسيربيلر بعمر بين ال 40 وال 60. شنو الساينز والسيمتومز اللي حتطلع عندنا؟ حتطلع ساينز وسيمتومز اكوردنج تو ذا ديجنريشن. حيصير عندك ديجنريتيف تشينجز خصوصا بالسوبيريور فيرمس، فايش حيصير عندي؟ حيصير عندي اتاكسيا، وتكون جرادوال ان ذا اونست وبروجريسيف شويه شويه، لان ديجنريشن شويه شويه دي يزيد اللي بالسربلم لحد ما يوصل فد ستيبل ليفل من الديفيسيت. بعد خلص هو لهنا وصل، فحيصير عنده جيت اتاكسيا، هاي اهم فيتشر. هيل تو شن تيست حيكون بوزيتيف، يعني عنده انكوردينيشن 80% من البيشنت. الدز سيتي سكان وام ار اي، ايش حتشوف؟ ديجنريشن، يعني تشوف سيربيلار اتروفي. ماكو عندنا سبيسيفيك تريتمنت، مجرد انه اقطع الكحول، كافي تشرب الله يخليك، اقطع الكحول وياها نعوض النيوتريشنال ديفيشنسي اللي هي مش صاحبه ويا الكحول، خصوصا فيتامين بي 1 وبي 12. اوكي سو ذاتس ات، حتى نتجنب انه يصير عنده فيرنيك انسيفالوباثي. يعني شنو فيرنيك انسيفالوباثي؟ يعني هذا الفيرنيكي انسيفالوباثي واحد الكحوليك، أو مو بس alcoholic، أكو other causes. هذا يصير عنده vitamin B1 deficiency، thiamine deficiency. الثايمين it is very important، يعني vitamin.
هذا خلينا نشوفه وين. هذا الثايمين كلش مهم لانه يشتغل از كو انزيم بالجلوكوز وبالليبيد وبالبروتين والامينو اسيد برودكشن وسنثسيس، وحتى يشتغل على الفانكشن اوف ذا نيرو ترانسميترز. فمن يكون عندك ثايمين ديفيشنسي راح تتاثر كل ذني، راح يتاثر الجلوكوز سنثسيس اند ذا ميتابوليزم والبرودكشن، راح تتاثر النيرو ترانسميتر، راح يصير عندنا هوايه مشاكل. والمشكله الكبرى انه هذا الثايمين الستور مالته مو عالي، فاذا صار بي ديفيشنسي حيصير عندنا ديبليشن كامل له من 2 الى 3 ويك، ما نحتاج بس 2 الى 3 ويك ويصير ديبليشن بكل الستور مالت الثايمين، لان هو الستور مالته ريلاتيفلي سمول. اوكي، اذا صار عندك ثايمين ديفيشنسي بليفل قوي فراح يولد لي الفيرنيكي انسيفالوباثي. الفيرنيكي انسيفالوباثي شنو هذا الفيرنيك انسيفالوباثي؟ انسيفالوباثي يعني اعتلال بالانسيفالو يعني بالدماغ. فيرنيكي هو اسم العالم اللي اكتشفه لان بيفد ترايد معين. لما حيصير عندي ثايمين ديفيشنسي راح يطلع عندي اوبثالموبليجيا. اوبثالموبليجيا فد مصطلح راح نشرحه هوايه من نشرح كرينال نيرف بالسي، فما راح اذوقكم به، بس يعني اكو مشكله بالاي موفمنتس. حيصير عندي اتاكسيا، ولهذا السبب احنا خالي بملزمه الاتاكسيا. راح يصير عندي كونفيوجن، بحيث احنا لما يجينا كوماتوز بيشنت راح اخلي ضمن الديفرنشال دايجنوسيس المهمه هايبوغلايسيميا، يعني هايبوغلايسيميا تخلي المريض كوماتوز، وثايمين ديفيشنسي لان يسوي كونفيوجن اند كوما، واخلي بالي مورفين ابيوز فاعطينا لكسونز ذاكم. فدائما اسوي شيء اسمه كوما كوكتيل، من يجي واحد كوماتوز افكر انه هايبوغلايسيميا اعطي جلوكوز، افكر انه ثايمين ديفيشنسي فاعطي ثايمين، يعني افكر فيرنيك انسيفالوباثي فاعطي ثايمين، او افكر ماخذ مورفين وجماعته فاعطي نالكسون، اذا ريفرسبل كوزز اوف كوما. فالمهم الثايمين ديفيشنسي راح يولد لي فدترايد اللي هو الاوبثالموبليجيا اتاكسيا اند كونفيوجن اللي هو الفيرنيكي انسيفالوباثي. لما يصير بروجريسيف راح يروح تو ايرفيرسيبل بروبلم. هو لحد الان هاي الاتاكسيا والكونفيوجن والاوبثالموبليجيا هي ريفيرسيبل. لما هاي الثايمين ديفيشنسي راح تسوي لي بروجريشن وتسوي لي ايرفيرسيبل انجري اند ديفيسيت ان ذا سيربيلم اند ذا برين، راح اروح الى كواشوركوف سيندروم، او يصحوها كورساكوف سيندروم. كورساكوف سيندروم مو كواشوركوف، هذا مال الأزمة. كورساكوف سيندروم شنو هذا الكورساكوف سيندروم؟ هذا irreversible فيرنيكي انسيفالوباثي. حيطلع عند الاوبثالموبليجيا والاتاكسيا والكونفيوجن بس وياها شغله لخه، لان صار irreversible degeneration irreversible problem، فحتاثر لي على الميموري، راح يصير عنده short term memory impairment، حيصير حاله حال المرضى مال الزهايمر resulting from an acquired nutritional deficiency اللي هو الثايمين. يعني ثايمين ديفيشنسي ممكن تؤدي لك الى فيرنيكي انسيفالوباثي اللي هي الاوبثالموبليجيا واتاكسيا كونفيوجن، ممكن بعدين توديني الى كورساكوف سيندروم اللي هي مشكله بالشورت تيرم ميموري. شلون اعالج هاي الحاله؟ اعطي ثايمين، باي ثايمين جيفينج ايميديتلي كونسنتريشن 50 الى 100 ملي جرام، نعطيها بارنترالي parenterally in acute stage ونبقيها for several days 50 الى 100 ملغ باليوم parenterally ونبقيها for several days. زين هو الثايمين ديفيشنسي ليش يصير؟ The most important cause حكيناه قبل شويه، دير بالك من الكحول لا توديني للفيرنيكي انسيفالوباثي، فاهم شغله تخليها ببالك الكحول. حتى احنا من يجينا واحد كوماتوز نقول هذا اخاف شارب هوايه وصاير عنده ثايمين ديفيشنسي، فخلنا نعطي ثايمين جزء الكومات هاي. ف the most important and common cause is alcohol. الثايمين deficiency والفيرنيك انسيفالوباثي مرات نشوفها بالبريجننسي، خصوصا بالبريجننت اللي عندها توين او عندها مولر بريجننسي، يعني عندها بيتا اتش سي جي عالي بالايرلي ستيج اوف ذا بريجننسي، فيصير عندهم هايبر اميسيس جرافيدارا، يصير عندهم حاله بدايه الحمل البيتا اتش سي جي كلش عالي فيقومون كلش هوايه يزعمون، فيصير عندهم ثايمين ديفيشنسي. فان الكحول ان هايبر اميسيس جرافيدارا. بعد اكو انذر بروبلم، مثلا لما يصير عندك مالجنسي سيستميك مالجنسي، او من تسوي جي اي تي سيرجري، او تسوي هيمو او بيريتونيال دياليسيس، وبالمرضى اللي عندهم ايدز، المرضى اللي عندهم انوركسيا فاكيد حيكون عندهم ديفيشنسي باغلب الفيتامينز منها البي 1، وبالمرضى اللي عندهم
prolonged intravenous feeding، يعني ذول اللي خليناهم على parenteral feeding لفترة كلش طويلة، فذول ممكن يساعدهم thiamine deficiency. بس أهم cause for vernic encephalopathy هو الكحول، ثاني أهم cause hyperemesis gravidarum، البقية ممكن يكون بالmalignancy، GIT surgery، dialysis وغيرها. وهنا أنا أخلي لكم هذه النيمونيك about the Wernicke encephalopathy and the Korsakoff syndrome. الفيرنيكي يصير عندهم confusion, ophthalmoplegia, ataxia، السبب هو الثايمين. النيمونيك is a coat. Coat, rack. Rack. Rack هاي شو كنت تطلع لما يصير Korsakoff syndrome. لأن حينضرب الليمبيك سيستم، راح ينضرب الميموري سنتر سيستم. حيصير عنده retrograde amnesia, anterograde amnesia، ويصير عندهم confusion، وراح يطلع عندهم الكورساكوف سيندروم. This is everything about our lecture. أتوقع غطينا كل شيء بالأتاكسيا، تفاصيل الأتاكسيا من what is the ataxia، ذكرنا شنو السيربيلم والفانكشن مالته، the examination of the cerebellum، حكينا على sensory ataxia وشون تطلع عنه وشنو الكوزز مالتها كنيوروباثي ومايلوباثي، حكينا على الفستيبولار أتاكسيا وتأثرنا على البالانس، الأكوايرد أتاكسيا والمانرز مالتها acute, subacute, chronic، ممكن تكون focal and bilateral، inherited أتاكسيا وأهمها الفريدريك اللي يجي بي ترايدات مالت الماسكولوسكليتال دي ام الكارديك بروبلمز اللي يصير عندهم ديب، يعني يصير عندهم ديب تندن ريفلكسز تروح بس ينضرب عندهم الكورتيكو سباينال تراك فيصير عندهم سباستيسيتي، يعني رايحه ديب تندن ريفلكس بس هو سباستيك، بروبر ريسبشن عندهم بي مشكله، اكيد اتاكسيا وسباينال اتروفي. هاي الاشياء المهمه بال فريدريك اتاكسيا. عرفنا شنو الانفستيجيشن اللي ندزها المريض اللي عنده اتاكسيا، التريتمنت يكون اكوردنج تو ذا كوز، وبعدين حكينا على الالكوهول والفيرنيك انسيفالوباثي والكورساكوف سيندروم اللي هي ريليتد تو ذا ثايمين، والعلاج اكيد نعطي ثايمين، والكوزز يا انه الكحول ماكو يا انه هايبرميسيس جرافيدان والاذر كوزز. شكرا لكم جميعا، ان شاء الله استفاديتوا من هاي المحاضره. هاي هي الريسورسز مالتنا اللي غطينا بها كل شيء بالاتاكسيا تقريبا هاي المحاضرة. نشوفكم إن شاء الله بالمحاضرات الجاية، ودائما أكيد أنا أقولها in neurology أنا you will master it and always هو neurology makes sense. شكرا جزيلا لكم، نشوفكم بالجايات بإذن الله. باي باي.